السلام عليكم ومرحبا بكم في خفيف ظريف مع ياسمين. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نحضروا مع بعض مملحات ولا خبيزات، يعني هاد المملحات رايحين يكونوا بحشو اقتصادي ويجوا بزاف خفاف وبنان، يعني حتى الشكل ديالهم يجي بزاف راقي. بالنسبه للمقادير نحتاجوا 4 كيسان ونص تاع الفرينه، نص كاس تاع الزيت، مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، الملح، عندي حبه بيض كامله، عندي مغرفه كبيره تاع المارغرين تكون طريه، وعندي الحليب دافي باش نطم به العجينه ديالي. بالنسبه للحشو عندي لهنايا تشكتشوكه، من بعد راني رايحه نمد لكم المقادير ديالها، وعندي كومونبير، وعندي زيتون اسود، وشويه تاع السانوج. ونروح مباشره لطريقه تحضير العجينه. خميرة الخبز، السكر، الملح، حطوه بجه، في الوسط ندير الزيت وندير حبه بيض كامله. ودوكايا نروح نطمو العجينه ديالنا بالحليب دافي. وهذه هي العجينه ديالي بعد ما طميتها بالحليب، يعني لازم تتحصلوا على قوام هذا هو، يعني تكون طريه في نفس الوقت ما تكونش تلصق بزاف في اليد. هنايا واش راني راح ندير، راح نزيد عليها مغرفه كبيره معمره مليح تاع المارغرين، ونبدا ندخل فيها في العجينه حتى اذا شفتوها تتقطع ماشي مشكل، تبقاو تعجنوا فيها حتى تعاود تولي عجينه كيما كانت. وهذه هي العجينه اللي تحصلت عليها كيما راهي. نعاود نرجعها للغيسيبيون اللي كانت فيه ونخليها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها، من بعد نشوفوا بقيه المراحل. بعد ما خمرت مليح العجينه ديالي وضاعف الحجم ديالها، هنايا حبط لها شويه الخميره هكذا، نقسمها الى 4 قطع تكون متساويه، يعني حتى اذا ما كانت متساويه ماشي مشكل. نجيب شويه تاع الفرينه ونبدا نحل في العجينه ديالي. هنايا اذا شفتوها محبش تتحل خلوها تخمر شويه، تقريبا زوج دقائق ولا، يعني ترتاح شويه وكملوا حلوها. يعني هاد المقبله رايحه تكون مرافقه بزاف هايله للشوربه. هكذا نبدلو شويه من البوراك، ماشي دايما المقلي. كيما راكم تشوفوا حليتها بالطول حتى الخشانه ديالها ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه كامل، تقريبا 2 مليمتر رايحه تكون كافيه. هنايا راني رايحه ندير كميه من التشكتوكه. التشكتوكه ديالي كنت خدمتها بشويه بصل، شويه طوماطيش، حبه فلفل، سنه ثوم، مع شويه عكري، شويه ملح، شويه فلفل كحل،
وشويه تاع الزيت درتهم كامل كيف كيف وقليتهم وخليتهم حتى يطيبوا. حتى الكومونبير سيو كيفاش ما ديروش بزاف، لانه من بعد راهو رايح يدوب ويخرج لكم في الاطراف تاع المملحه ديالكم. اذا ما عندكمش الكومونبير تقدروا تستعملوا جبن ابيض تاني يجي ملح. كما راكم تشوفوا دورتها خضره وحده، غلقتها مليح، وهنايا نقطع الجريوره الزائد هدايا من بعد نخدمه به. وهنايا نعاود نجيب العجينه ديالي ونزيد نغلقها مليح. هكذا رانا رايحين نضمنوا بلي العجينه ديالنا ما راهيش رايحه تتفتح. هكذا تاكدوا مليح. هكذا كما راكم تشوفوا طويتها على اثنين ونبدا نظفر فيها. تلحقوا للاخير سيو كيفاش تلصقوهم وتطووهم للتحت هكذا. كما راكم تشوفوا بعد ما شكلنا الخبيزات ديالنا، دوكا راني رايحه ندير لهم لا دوغور. لا دوغور واش درت فيها؟ درت لها زوج صفار بيض ومغرفه كبيره تاع الحليب. نزيد لها شويه تاع السانوتش، كما تقدروا تستعملوا الجلجلان، وحبيبه تاع الزيتون هكذا. انا نكمل ندهن كامل الحبيبات اللي عندي ولا كامل الخبيزات اللي عندي، من بعد نزيد نزينهم وندخلهم يطيبوا في فرن مسخن من قبل على درجه حراره 200. بعد ما تشوفوهم حمارو ملتاح زيدوا شعلوا لهم من فوق وزيدوا خلوهم يحمروا مليح. وهذو هما الخبيزات بعد ما حمارو وخداو اللون الذهبي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها لانهم يجوا من اروع ما يكون. في الاخير وصلنا لنهايه الوصفه تاع اليوم، نتلاقاو غدوه ان شاء الله في وصفه جديده. صحه فطوركم، صحه سحوركم، وسلام.